او يكون في مشاعر من ناحيته ليك، بس هو مش عايز يبين المشاعر دي. يعني الشخص ده عايز يخبي مشاعره من ناحيتك، بس المشاعر دي تكون مشاعر حقيقية، هو بيخبيها او بطريقة مستفزة. طبعا السؤال ده غريب شوية يعني، بس انا في واحدة كانت بعتت لي وقالت لي على بنت، بعتت لي تقول لي ان هي في شخص هي شاكة ان هو معجب بيها، وحاسة ان في ان هو يعني احساسها بيقول ان هو معجب بيها، بالرغم ان هو تصرفاته كلها مستفزة يعني بالنسبة لها. فخليني بقى ايه اشرح لكم بالظبط الميكانيزم بتاع الموضوع دوت. يعني مثلا تكونوا انتوا اصحاب او تكون ليكوا بتكلموا مع بعض تاني، وان هو معجب بيه وقد ايه هو يجنن وشكله حلو، وان هو خرج معاه النهارده او يوريك صوره معاه او ينزل صوره معاها على السوشيال ميديا، فانت تبقى قاعد عمال كده، او يوريك صوره معاه او ينزل صوره معاها على السوشيال ميديا، فانت تبقى قاعد عمال بتاكل في نفسك ومضغوط ومش فاهم هو ليه بيعمل كده. ان انت شاكك ان هو معجب بيك، او ان انت حاسس كده بالفو عليه، عايزك تحس يحس ان انت يعني عايز يعني يغيظك، عايز يحسسك ان لا ان في ناس تانية او ان هو مرغوب فيه. فالعلامة دي ممكن ناس كتيرة تعملها، ان هو عايزك تنطق، هو عايز ده ايه يتأكد انت معجب بيه ولا لا، فبيعمل ايه، بيعمل حركات تخليك تغير عليه، يخليك هو عايز، هو بيستمتع انه عايز يحس ان انت بتحبه، فممكن يستفزك بالحركة دي. ففي حين ان انت تبقى قاعد متغاظ ومستغرب ايه ده هو معجب بالحد التاني ده ولا لا، هو مش في دماغه اصلا الحد التاني، وكل اللي في دماغه ان هو يحس هل انت عندك فعلا مشاعر من ناحيته ولا لا، ومشاعرك دي حقيقية ومشاعرك دي حقيقية ولا لا. اوكي طيب ايه كمان، ان الشخص ده ممكن يكون بينتقدك. انا عايزه اقول لكم على سر خطير جدا، انا لما حد ينتقدني هعرف ان الشخص ده مهتم بيا. ليه؟ لان هو اهتم ان هو يركز في تفاصيلي، او وخاصه لو بينتقدك في تفصيله صغيره، تعرف ان الشخص ده بيركز معاك جدا جدا. وبالعكس صحيح، ان هو من كتر تركيزه فيك هو عايزك تبقى بيرفكت، او عايزك تبقى كويس، او عايزك تبقى يعني تبقى في احسن صوره بالنسبه له. وعشان كده لما بينتقدك هو يعني هو عايز يلفت انتباهك لحاجه مثلا مش عاجباك مش عاجباها فيك، فعايزك تتحسن، او ان انت تشتغل عليها، او ان انت تغيرها، او ان هو يتريق عليك احيانا كمان. يعني هو الموضوع ممكن انتقاد ممكن يوصل لدرجه ان هو يعني ايه يتريق عليك، او يسخر منك، او يقول لك ايه ده انت شكلك مضحك قوي، ايه ده انت تخنتي كده ليه يا بنتي، ده انت المفروض تخسي، ايه ده انت. فهو بيبقى اصلا مركزين فعايزينك تعجبهم، او عايزين انك تبقى بيرفكت بالنسبه لهم، فعشان كده هم بيبقوا مركزين في كل تفاصيلك، لان هم عايزينك في احسن صوره بالنسبه لهم. وخاصة للناس البرفكشنست، يعني في ناس بيحبوا كل حاجة بيرفكت بيرفكت، فعشان كده الناس دي بيركزوا في أدق التفاصيل. فالشخص ده أنت ممكن تستفز، يعني تقول إيه ده هو أنا مش عاجبه، إيه ده هو أنا مش مالي عينه، خلاص يعني أعمل له إيه، جاب بيكي أو معجبة بيك، بس هو عايزك تبقى بيرفكت، وعايز الحاجات اللي بيحبها في الطرف الآخر تكون يحسها موجودة فيك. أوكي تالت حاجة، ان الشخص ده يتعمد ان هو يتجاهلك. يتعمد ان هو يتجاهلك ازاي؟ يعني ممكن حد يبقى متعمد ان هو يتجاهلك علشان خاطر يستفزك، مع ان هو يعني تلاقيه مثلا خاصة في وقت الزعل، يعني ممكن تلاقيه مثلا مش تلاقيه مثلا بيشوف الستوريز بتاعتك كلها، بس ما بيعملكش لايكس، ما بيعملكش كومنت، كأنه مش شايفك. فالتجاهل ده مش معنى تجاهل، مش يعني دايما مش التجاهل معناه ان الشخص ده مش بيحبك او مش معجب بيك، احيانا بيبقى التجاهل ده مقياس للحب. طيب في نقطة تانية برضو مهمة جدا، الشخص ممكن يستفزك بيها برغم ان هو بيحبك، هو الاختفاء بقى، اللي هو بيختفي شوية ويرجع ويختفي، يعني تحس ان هو اون اوف اون اوف. ليه بقى؟ لان هو عايز يعرف لما هو يختفي انت هتدور عليه ولا لا، لما هيبعد عنك كده ويبقى مختفي طول النهار او مختفي يومين كده ثلاثة، هل انت هتحس بعدم وجوده وهتدور عليه وهيوحشك ولا لا؟ فالشخص ده ساعتها بيبقى قاصد ان هو يوحشك، او قاصد ان هو يشوف ردة فعلك، هل انت هتدور عليه وهل هو هيوحشك ولا لا. فالشخص ده بيبقى قاصد ان هو يبقى اون اوف، او ان هو يختفي علشان يشوفك هتدور عليه ولا لا، ولا هل انت يعني هل هو مهم بالنسبة لك ولا لا. طيب نقطة كمان مهمة جدا جدا هبقى لنا، اذا كان الشخص ده بيستفزنا مع ان هو بيحبنا، هو ان هو بيتعامل ان هو مش عايز يقعد جنبك مثلا، يعني انتوا جروب كبير مثلا خارجين مع بعض، تلاقيه بيقعد بعيد، تلاقيه مش بيبص عليك، تلاقيه بس بيختطف النظرات. يعني ايه؟ يعني هو مش بيبص لك، بيتجاهل الاي كونتاكت الدايركت معاك، بس فجأة كده تلاقيه مثلا بيبص لك وانت مش مركز، اول ما تيجي تبص عليه يقوم على طول
رامي وشه الناحية التانية، يبقى الشخص ده بيبقى مكسوف أو خجول أو يعني مش عايز يبين لك لسه إعجابه. دي بتحصل كتير جدا، أنت حد كده يبقى هو مركز معاك وأنت مش واخد بالك، أول ما تبدأ تبصر يقوم هو على طول عاوج راسه وعامل نفسه مشغول في حاجة تانية، أو يمسك الموبايل ويبقى بيبص لك من تحت لتحت. طيب فالحاجات دي يا جماعة صدقوني بتضايق، هو بيبقى حاجات مستفزة من الظاهر بس هي من جواها بتبقى حاجات بتدل على ان الشخص ده بيحبك. اخر نقطة عايزة اقولها لكم برضو هو ان الشخص ده بيتعمد ان هو يبين لك ان انت مش عاجبه، يعني ان انت مش مال عينه، ان هو اوفر كواليفايد عليك، ان هو عنده معجبين كتير وان في ناس تانية بتعجبه اكتر. فالشخص ده لما بيعمل كده هو قاصد ان هو يعني يثيرك او يستفزك. يعني برضه دي بتحصل كتير جدا الرجاله وستات على فكره، ان هو يجي يقول لك بقى ايه، اصلا انت ما بتشدنيش، اصلا انت ده انت لو اخر واحد في الدنيا انا مش هبص لك، خاصه لو انتوا صحاب، يعني لو انتوا لسه في مرحله التعارف او اصدقاء ولسه ما اعترفتوش لبعض بالحب، يعني الشخص ده ممكن يجي يقول لك حاجات كده هو مش قصده، او ان انت مثلا اصغر مني فانا مش هفكر حد اصغر مني، او انت اكبر مني بكتير وانا عمري ما افكر مثلا في حد اكبر مني ب 10 سنين، لا 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 دي مش طموحاتي خالص. هو كل ده عايز يشوف ردتكم بالرغم ان هو كان بيحبكم جدا، يعني قولوا يعني اعملوا له منشن او اعملوا له شير. في حد بيقول لي اعمل ايه يا جماعه في موضوع الاضاءه، والله تعبت من التصوير وتعبت من الاضاءه وتعبت من كل حاجه، وجايبه اهو ريموت واضاءه مكلفه وعامله حركات مش فاهمه. طيب بصوا عايزه اقول لكم معلومه بس صغيره بقى، ده هفككم الفيديو اللي فات ده. العلاقات بتبقى حاجات كومبليكيتد وبتختلف من شخصيات لشخصيات. انا اهم حاجه عايز اقولها لك، معجب بيك وانت عندك حدس من جوه او ايمان او يقين ان الشخص ده معجب بيك، تاكد وثق في احساسك. القلب ما بيكذبش يا جماعه، او الاحساس ما بيكذبش، لان الشخص ده ممكن يكون بيتخاطر معاك وبعت لك مسجات روحيه بس هو لسه بيدرس شخصيتك، هو شخص خجول او هو شخص بطيء. فيعني ركز في احساسك الداخلي وصدق احساسك بجد، احساسك هيكون صادق بنسبه 100%. I love you all يا جماعه، thank you. فيقولوا لي احنا اول مره نشوف حد بيلبس اصفر على جاي، انا بحب كده اكون متميزه كده واختلف عن الاخرين، نحن نختلف عن الاخرين. برج العظماء، thank you، باي باي، مع السلامه.